مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة لمتابعة آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وجولة وزير الخارجية الأمريكي السادسة لمنطقة الشرق الأوسط، والتي كما تابعنا على مدار هذين اليومين فقد التقى وزير الخارجية الأمريكية عادة من قادة الدول. بدأ هذه الجولة بزيارة للسعودية، واليوم كانت هناك له مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومنذ قليل تابعنا لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مؤتمرا صحفيا مهما في لقائه وبعد لقائه مع وزير الخارجية السيد سامح شكري. اليوم ضمن هذه المحادثات شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين. الرئيس حذر أيضا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية التي يقطنها الآن نحو 1.5 مليون مواطن فلسطيني. أيضا أكد الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، هذا في الوقت الذي أشاد فيه وزير الخارجية الأمريكي بجهود مصر الدؤوبة للدفع باتجاه التهدئة. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهل القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة. وقد عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن هذا اللقاء تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة للتشاور والتنسيق الدائم لمواجهة التحديات المشتركة. كذلك منذ قليل تابعنا مؤتمرا صحفيا للوزيرين ناقش فيه آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة وأوضح فيه موقف البلدين من عملية رفح. هذا الموضوع طبعا سيكون محل تركيز ومناقشة في هذه التغطية المباشرة. كذلك عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين. تطرق اللقاء إلى جميع أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تدعيمها وما تشهده المرحلة الراهنة
من تكثيف أطر التعاون على جميع الأصعدة، كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة في غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار. أيضا أكد شكري موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بالتحذير من المخاطر الشديدة لأي عملية عسكرية في رفح، مؤكدا رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه. كما تم استعراض الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية. تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية، وحرص الوزيران على تبادل التقييمات واستعراض الجهود الخاصة بتحقيق السلام في بؤر التوتر المتزايدة في المنطقة. وقد استضافت القاهرة اليوم اجتماعا ضم وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك قبيل مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. تم التباحث وتبادل وجهات النظر إزاء تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها، خاصة وأنها اقتربت حتى الآن من 6 أشهر كاملة. أكد المشاركون في الاجتماع أيضا ضرورة الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار وزيادة وصول المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن والرفض التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وبالتالي تصفية القضية. للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الاجتماع العربي الأمريكي وجولة بلينكين السادسة، نرحب معنا اليوم في هذه التغطية المباشرة بالدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة السعودية الرياض السيد الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا. كل سنة وانتم بحلول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. نبدأ مع حضرتك دكتور أيمن، هذه الجولة السادسة لوزير الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر الماضي، ما هي عناصر التميز التي تكتسبها هذه الزيارة الآن عن نظيرتها السابقة؟ ما فيش شك طبعا التوقيت مختلف. اعلان الولايات المتحده الامريكيه بانها هتعمل الحقيقه ممر او ميناء الحقيقه على حدود غزه عشان قطر تدخل المساعدات لشعب غزه، فكره اقتراب الانتخابات الرئاسيه، كل هذه العوامل ادت الى ان هذه الزياره بالتحديد اكثر اهميه مما سبق. نتوقع في هذه الزياره ان تكون امريكا تكشف عن الحقيقه ما تنويه بشكل واضح، لأن الضغط العالمي من الحقوق سواء جامعات حقوق الإنسان وغيرها من الجامعات العالمية ولا سيما بعد إعلان كندا بأنها سوف توقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كل هذه أنواع الضغوط التي ابتدت حتى اللغة الإنجليزية في إنجلترا ابتدت تتغير تجاه هذه القضية يوم عن يوم، وطول الصراع الحقيقة ابتدى يكشف ويوصل العالم كله بشكل مباشر حقيقة الوضع في إسرائيل. إسرائيل حتى هذه اللحظة حوالي 170 يوم من القتل اليومي واللحظي في شعب أعزل. نحن بنتكلم على محاصرة الحقيقة غزة، ولا سيما بتلوح بأنها كمان ممكن تبتدي تخش في عملية عسكرية في رفح. الأمر اللي هيكون ضحيته الحقيقة ملايين من البشر في الأعزل. كل هذه المعطيات أعدت هذه الزيارة أهمية مختلفة، ولكن الأكثر أهمية هو قرب الانتخابات الأمريكية، وأن أمريكا حتى هذه اللحظة لم توضح بشكل مباشر وواضح جدا على ما تنويه أمريكا. أمريكا تدين ما يقوم به إسرائيل، وتقول بشكل مباشر أن نتنياهو كان مبالغا في رد فعل إسرائيل، كانت مبالغة في رد فعلها على ما تم في يوم 7 أكتوبر، ولكن في نفس الوقت لا تتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار مثلا. بنلاقيها هي اللي بتسعى بشكل دبلوماسي وتتحدث بلغة أفضل من تتحدث معها الإسرائيلي، ودائما وأبدا ترفض كل المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. ولكن هذه الزيارة المرتقبة التي تتم الآن على أرض مصر هي الأكثر أهمية
عن نظيرتها الخمس نظيرات السابقه. زي ما قلت لسيادتك من لحظه، هناك انتخابات رئاسية أمريكية، لابد أن تفصح أمريكا للشأن الداخلي الأمريكي، لأن المواطن الأمريكي النهاردة عنده أزمة في شكل الحكومة وموقفها من موقفها تجاه قضية غزة. سؤالنا للأستاذ عبد الرحمن الملحم من الرياض. أستاذ عبد الرحمن، في رأيك لماذا اختار بلينكن بدء هذه الزيارة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط من العاصمة السعودية الرياض؟ وكذلك ما هي طبيعة الدورة الذي يمكن أن تقوم به المملكة في المرحلة الراهنة إزاء الحرب، خاصة مع الارتفاع المضطرد في أعداد الضحايا والشهداء والمصابين ودخول الحرب 6 أشهر كاملة من القتال؟ سيدي الكريم، ماذا ستقدم هذه الجولة لبلينكون أو تؤخر؟ هذه الجولة السادسة، هل من المعقول أن هذه الجولة ستنجح تختلف عن نظيراتها التي سبق أن قام بها بلينكون في المنطقة؟ الأمر برمته بيد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الخط الكرت الأحمر في جولات جلسات مجلس الأمن مرتين، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأساسي لهذه الحرب. ولو جئنا أن نفصل الموضوع برمته، ماذا حدث في غزة؟ ماذا حدث في غزة ليس وليدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. هذه الحرب التي قامت بها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ولن أقول حماس، أقول على الشعب الفلسطيني داخل غزة، هي مبرمجة من سنين طويلة في ملفات الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية. ما حصل في غزة هي مؤامرة تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقيادات حماس. الموضوع برمته بيد الولايات المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء هذه الحرب أو هذه المجزرة أو هذه الإبادة، فستستطيع أن تنهيها، ولا داعي لإقامة لإرسال بلينكون إلى المنطقة. طيب هو لماذا بدأ جولته من السعودية؟ المملكة العربية السعودية قامت بجهود جبارة كبيرة جدا جدا لوقف هذا النزيف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية قام بجهود حثيثة لمقابلة كبار القادة والمسؤولين لحثهم على إنهاء الحرب، كما دعا إلى مؤتمر استثنائي للدول العربية والإسلامية في جدة. أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة جدا جدا لإيقاف نزيف هذه الحرب، ولكن يظل الوضع كما هو عليه. الوضع إذا لم تكن أمريكا جادة بإنهائه، فستستمر إسرائيل على وضعها وستقتحم كل ما يتعلق بغزة. الآن الوضع هو وضع مأساوي. ما الذي يمكن أن تقوم به السعودية من خطوات حاليا؟ المملكة العربية السعودية تقوم بخطوات جبارة كبيرة لضغط شديد كبير جدا على الولايات المتحدة وعلى الدول العظمى لتقوم بحث إسرائيل على وقف هذه الإبادة. المملكة العربية السعودية اليوم قدمت 40 مليون دولار إلى الأونروا مساعدات غذائية لغذاء أكثر من 120 ألف فلسطيني وإيواء 20 ألف فلسطيني تقدم لهم الخيام. المملكة العربية السعودية لم تقف عند حد معين، ولا زالت الجهود في المملكة العربية السعودية جبارة وكبيرة جدا من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والمشاورات مع كبار القادة لإيقاف نزيف هذا الحرب بشكل دائم وليس بشكل مؤقت، حتى تستفيد إسرائيل مزيد من الوقت لدك مزيد من الفلسطينيين. إسرائيل سيدي الكريم لم تقم بحرب مع حماس، إنما قتلت 32 ألف فلسطيني كلهم شيوخ ونساء وأطفال، لم تصل حقيقة إلى مقاتلين حماس. طيب إذن هنا السؤال، اسمح لي هنا السؤال ننقله إلى دكتور أيمن محسب. دكتور، ضيفنا من الرياض كما تابعنا يشير إلى تحميله المسؤولية لإسرائيل لارتفاع عدد الضحايا، وأن حربها ليست على حماس فقط ولكن هي حرب على الشعب الفلسطيني بكامله. إذن السؤال، لماذا لم يبدأ بلينكن جولته بإسرائيل، وخاصة أن هناك تعثر واضح في جميع الملفات تقريبا، في مسألة وقف إطلاق النار،
في مسألة رفض التهدئة، في ملف تبادل المحتجزين والأسرى، وكذلك التعثر الواضح في إدخال المساعدات، حتى إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في إقامة جسر بحري عبر ميناء يعني سهل الفك والتركيب في سواحل غزة لإدخال المساعدات. لماذا لم يبدأ بلينكين جولته بإسرائيل كما هو معتاد؟ لأن الحقيقة طبعا قنوات الاتصال ما بين إسرائيل وأمريكا مفتوحة على مدار الساعة، ليس هناك ما يدعو أمريكا أنها تعرف ما هو ما يدور في إسرائيل أو ما القرارات التي اتخذتها أمريكا تجاه القضية غزة. رد فعل إسرائيل هي تعلم ذلك أنه قد اتصال مباشر بينهم وبعض، ولكن الذي يهم الإدارة الأمريكية كما سبق وذكرت لسيادتك أن احنا داخلين على انتخابات رئاسية، رد فعل المجموعة الحقيقية التي تمثل كيان الوطن العربي، كانت مصر ولا السعودية ولا الإمارات ولا قطر ولا الأردن، هم دول رد فعلهم إيه على ما سوف تنهجه أمريكا في الفترة القادمة، وإلى أي مدى الضغوط العربية الحقيقية اللي بتمثلها ولا سيما مصر على رأسها والسعودية فيما يتعلق بفكرة وقف إطلاق النار الحدي، إلى أي مدى سوف يكون هناك رد فعل عربي إذا إذا إذا, إذا فعلا يعني تجاوز الحدود نتنياهو ولوح كما يلوح عادة وبدأ بالعمليات العسكرية في رفح. لكن لو كان الأمر هكذا وأن المسألة ترتبط بعام انتخابي، إذا كان من المفترض من بلينكين أن يزور إسرائيل ويضغط عليها من أجل تحقيق نوع من الانفراجة، وبالتالي يلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نوعا من المساندة من الجانب العربي الموجود في الولايات المتحدة في مرحلة الانتخابات. عندك حق سيادتك، بس احنا بنتكلم على ان لأي مدى يضغط على اسرائيل. هو مش عايز يضغط على اسرائيل على الاطلاق، لا يستطيع. هو عايز يعمل كل ما هو تخطط له اسرائيل. المسألة رغبة ام قدرة؟ لا يستطيع بالفعل، ولكن هو يريد ان يعلم الى اي مدى هناك ضغط عربي كبير، وبالتالي يشوف الى اي مدى يقدر يضغط على اسرائيل. قد بلستك انهم من الاول عايز يعرف حجم الضغط العربي في هذا الملف، والى اي مدى سوف تتخذ الدول العربية اجراءات تجاه اسرائيل اذا ما قامت بالاستمرار في القتل اليومي للشعب الفلسطيني، والى اي مدى هذه الدول العربية سوف تقف بهذا الشكل، والى اي مدى سوف تكون لها اجراءات اخرى تصاعدية ضد إسرائيل فيما يتعلق بفكرة إذا ما لوحت مرة أخرى بالتدخل البري إلى رفح الفلسطينية. نعم. هنا هو بيوزن الحقيقة رد فعل الوطن العربي الأول إيه، ثم يبتدي يشوف إلى أي مدى قدرته تقدر تضغط على إسرائيل من أجل زي ما قلنا وتكلمنا أن انتخاباته الرئاسية. ولكن إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا داخل إسرائيل. نتنياهو النهاردة بيقود حرب شخصية، هذه حرب شخصية على غزة، لم تعد حربا إسرائيلية على غزة. نتنياهو يعلم جيدا أن بانتهاء ووقف هذه الحرب سوف يكون الحقيقة في ضغط شعبي كبير داخل إسرائيل بطرده من السلطة، وربما هو كمان مش هيقدر يكمل الفترة اللي كان عايز يعني يكمل الانتخابات بتاعته. يعني النهاردة احنا بنشوف مظاهرات كثيرة جدا داخل إسرائيل بتتكلم على استبعاد نتنياهو وإلى وقف هذا الإطلاق النار والتضحية بالجنود الإسرائيليين. نعم. وهذا الكساد الإسرائيلي بيتم الحقيقة، والإسرائيل تضرر اقتصادها تضررا كبيرا من هذه الحرب بالمناسبة. وبعدين الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل مواطنا قبل أن يكون كدولة أصبح سيء جدا الحقيقة. احنا بنتكلم على شعب يقتل أو حكومة تقتل شعبا أعزل ل 160 يوم ولا 170 يوم بلا رحمة، بتقتل النساء، بتقتل الأطفال، بتقتل بلا تفرقة، وبالتالي انت لست في حرب، انت في يعني حياة في عدوان غاشم وقتل جماعي بلا مبرر. طيب السؤال للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هنا السؤال: ما هي قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الحالية على الضغط على إسرائيل، وما هي إمكانياتها لوقف عملية رفح إذا كانت هي على مدار الستة أشهر الكاملة الماضية لم تستطع إيقاف الحرب على عموم غزة؟ سيدي الكريم، أتفق مع الدكتور قبل قليل في موضوع واحد معين، وهو موضوع الانتخابات الأمريكية القادمة. قد يرى بايدن على أنه استمرارا للدعم الأمريكي لإسرائيل أن يكسب مزيدا من الأصوات اليهود الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية للجولة القادمة في الانتخابات. ولكن دعني أخبرك بشيء واحد، أن ما يحصل هنا وهو استمرارا لما يحصل قديما، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل أو أكثر من حوالي 10 أو 15 يوم تصريحات على أنه لن يقف هذه الحرب أو اقتحام رفح ما دام هو رئيس للوزراء الإسرائيلي. هذه تصريحات رئيس الوزراء، لن يقف ولن تهمه أمريكا. لذلك ما دامت أمريكا
يعني تقف إلى جانب إسرائيل، أو إذا كانت أمريكا جادة في المناوشات التي تحصل الآن بين بايدن وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعلى زعم الإعلام الأمريكي على أنها لأول مرة في التاريخ أن يحدث يعني ملاطات بالكلام بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا كانت الولايات المتحدة والرئيس بايدن جادين في وقف هذه الحرب فتقف الدعم بشكل أساسي وكبير جدا. ولكن أعتقد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقى دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، إنما ما يحدث هو بث الرماد في العيون، وما تحدث من جولات وزيارات هي لكسب مزيدا من الوقت لإسرائيل حتى تواصل حربها ضد الفلسطينيين. ومرة أخرى أقول ليس ضد حماس، إنما ضد العزل من السلاح المساكين الفلسطينيين. نعم. وأعتقد على أنها ستواصل اقتحامها على رفح إذا لم ترفع يدها أمريكا عن دعم إسرائيل. أنا أتصور من وجهة نظري أنه لو كانت هناك جلسة ثالثة في مجلس الأمن للتصويت على موضوع وقف إطلاق النار، أنا أتوقع على أنه سيرفع الكرت الأحمر من المندوب الأمريكي بعدم موافقة أمريكا على ذلك. لذلك الموضوع برمته منتهي، ولا في داعي للجولات ولا في داعي لأي شيء آخر ما دامت أمريكا تدعم إسرائيل وأمريكا هي التي تريد هذه الحرب. طيب دكتور أيمن، كيف ترى طبيعة هذا الاجتماع السداسي الذي استضافته مصر اليوم، وإلى أي مدى يمكن أن يخرج بنتائج ملزمة لجميع الأطراف؟ هو أنا الآن يعني مبعوث الولايات المتحدة في مصر في القاهرة الحقيقة بيتحدث مع وزراء الخارجية العرب مجتمعين أصحاب القضية زي ما انت فضلت وقلت لستك في الأول. الحقيقة احنا بنتكلم على ان وصلوا بشكل مباشر وشكل قاطع ما هي طلبات الوطن العربي التي تمثلت في الوقف الفوري الغير مشروط لإطلاق النار. تكلمنا على ضرورة السماح بإنفاذ كافة المساعدات الممكنة إلى قطاع غزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى ونسعف ما نستطيع إسعافه من المجروحين داخل القطاع الحقيقة، وحتى المؤن الأساسية بنحاول بشكل مباشر ندخلها بقدر الإمكان. وهي الحقيقة كل المعطيات كانت واضحة على طاولة المفاوضات في هذا الاجتماع. الحقيقة هو اجتماع مهم جدا سوف يكون له تأثير مباشر على نقل الحقيقة بشكل واضح للإدارة الأمريكية، إما أنها تساعد في ذلك أو تكشف عن وضعها الحقيقي بأنها مساندة لإسرائيل بصرف النظر عن قتل هذه الكمية الكبيرة من البشر، تعدت الحقيقة 30 ألف قتيل أغلبهم من النساء والأطفال حتى هذه اللحظة، وإلى مزيد يوميا من الحقيقة من الحصار الاقتصادي والحصار الغذائي الحقيقة. نتحول مرة أخرى إلى أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، مشاركة مصر وقطر تحديدا في هذا الاجتماع، وكما تعلم البلدان راعيان رسميا لمسألة الوساطة الخاصة باتفاقات التهدئة، وكذلك الجزئية المهمة وهي تبادل المحتجزين والأسرى. ما هي طبيعة الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان وفي ظهرهما طبعا المساند العربي المملكة العربية السعودية لدعم هذه الخطوات؟ كما ذكرت لك قبل قليل أستاذ الكريم أن الدول العربية قامت بجهود كبيرة، قامت بجهود كبيرة أولا لإيقاف هذه الحرب، ثم مناقشة موضوع الأسرى الموجودين لدى إسرائيل والموجودين لدى حماس. هذه المواضيع كلها برمتها الدول العربية لم تقصر في دعم هذه القضية ودعم هذه المشروع، وخصوصا بالذات أركز على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لأنهم قاموا بدعم كبير جدا وقاموا بجهود مضنية كبيرة جدا في هذا الموضوع. نعم. لكن هو السؤال اسمح لي، يعني الشارع العربي كما تتابع يتحدث عن إمكانية وجود أوراق ضغط يمكن أن يستفيد من خلالها الجانب العربي، وحتى الآن هي لم تفعل. أستاذ الكريم، الوقت لصالح إسرائيل. ما يتقوم به بلينكن أو غير بلينكن من جولات أو زيارات لمناقشة موضوع الأسرى والغيرة، كل هذا مزيد من الوقت لدعم إسرائيل لتقوم بضرب مزيد وقتل مزيد من الفلسطينيين، كل لصالح إسرائيل. ماذا يعني إسرائيل في استطاعتها أن تقوم بمناقشة واحدة في جلسة واحدة مع
مجموعة الدول العربية التي الآن تقيم معها علاقات أو قليل ذلك، وينتهي الموضوع وتبادل الأسرى. لذلك لماذا تصر إسرائيل على موضوع الأسرى الموجودين لديهم؟ الأسرى الآن ليست هي المسألة الحقيقية، المحصلة الحقيقية برمتها هو مواصلة الإبادة، مواصلة الحرب على الشعب. يعني قد يكون 32 ألف، قد يصلون إلى 40 و50 ألف الأسرى موجودين أحياء، لا يزالون موجود، ولكن هناك إبادة داخل غزة. مستوصف الشفاء لم يكن فيه هناك مقاتلين من حماس، إنما موجودين فيه عناصر فلسطينية تقوم بتوزيع المواد الغذائية على الفلسطينيين. ما حصل في مستوصف الشفاء هذه جريمة لا يغفرها التاريخ، دكتها إسرائيل بالدبابات والمدافع لأجل أن هناك عناصر تقوم بإيصال المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني. فموضوع المساعدات أو موضوع مناقشة الأسرى ليست أهم من موضوع الإبادة التي تقوم بها إسرائيل داخل غزة وداخل المدن الفلسطينية. نعم، هو ضيفنا كما تابعت حضرتك يعني يربط مسألة وقف إطلاق النار بملف التهدئة. ما هي طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها في أي من الجانبين لتيسير وتسهيل الموقف في الجانب الآخر؟ يعني هل يجب وقف إطلاق النار أولا ومن ثم التحرك نحو التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، أم يجب على الطرفين إبداء قدر أكبر من المرونة في مسألة تبادل المحتجزين والأسرى ومن ثم يقبل الطرف الآخر وقف العدوان؟ في الحقيقة الأهم من دول السماح بدخول المساعدات هو ما لابد أن يبتدي فورا، يعني الأول السماح بدخول المساعدات بشكل فوري، ثم يلي ذلك وقف إطلاق النار طبعا، بعد وقف إطلاق النار بشكل معلن يبتدي نتكلم في حتة المحتجزين والأسرى يتم تبادلهم. هو حتى الآن يبدو أن المفاوضات متعثرة في الدوحة، الجانب الإسرائيلي يتهم حماس بأنها متعنتة في مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين وتربط الصفقة بأسماء معينة احتجزت في سجون إسرائيل سنوات بعيدة، يقصد البرغوثي وغيره من أسماء. والجانب الفلسطيني جانب حماس يتهم إسرائيل أيضا بالتعنت في المفاوضات والرفض التام لأي عملية لوقف أي عملية عسكرية في رفح ومن ثم وقف العدوان على كامل القطاع. هذا التعنت الحقيقة طبعا من جانب إسرائيل واضح جدا، لأن هي مش عايزة توقف إطلاق النار إلا ما توصل لأهدافها، وأنها تقدر بشكل أو بآخر تقضي على حماس أو على الأقل تضعف من حماس بشكل يؤمن من وجهة نظرها هي أمن إسرائيل بشكل طويل أو بشكل أكبر. وبالتالي الغرضين متعاكسين تماما. إسرائيل الحقيقة كل ما هو تنويه أنها تكسب مساحة من الوقت أكبر لكي يحافظ نتنياهو على وجوده في الرئاسة أو في السلطة، ثم يبتدي يخرج بشكل المنتصر بشكل او باخر. على الصعيد الاخر حماس تدافع عن هذا عن هذه الارض بشكل معلن، تطالب باستخراج من السجون الاسرائيليه كافه معتقليها، تطالب بان يكون هناك تبادل شامل، يعني المحتجزين في اسرائيل مقابل المحتجزين في قطاع غزه الحقيقه. واعتقد ان هذا يعني مش ده الاساس، احنا الاساس بالنسبه لنا رقم واحد النهارده الطفل والمراه العزل الذين يقتلون وتهدم عليهم ابنيتهم وبيوتهم لحظه بعد لحظه. وبالتالي بنتكلم عن وقف اطلاق النار، السماح بدخول المساعدات، هذا رقم واحد واثنين، ثم بعد ذلك التحدث عن مساله تبادل الاسرى، كل منهم يستطيع ان يقيم ما لديه من اثرى يستطيع ان يبادل بهم او لا. نعم. استاذ عبد الرحمن، اليوم اعتبر وزير الخارجيه السيد سامح شكري ان هناك حاله من الازدواجيه في التعامل مع مساله وقف الحرب في غزه، هل تتفق مع هذا الراي؟ أعتقد أنا لا أتفق مع هذا الرأي، ولكن أنا أود أن أوضح هذا ما ذكرته. موضوع وقف إطلاق النار في غزة موضوع محسوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وقف هذه الحرب فلا داعي لوجود لا زيارات ولا مناقشات ولا أي من ذلك. سيدي الكريم، كما ذكرت في أول بداية كلامي، نعم أنا أعرف، وهذه الإبادة متفق عليها منذ زمن طويل، أنه في يوم كذا وفي تاريخ كذا ستكون هناك هجوم على غزة وسيكون هناك حرب على غزة، ليست وليدة شهر أو شهرين. ما يحدث هو جريمة كبيرة أمام أنظار العالم. نعم. لكن كما تتابع أستاذ عبد الرحمن، في الفترة الأخيرة اتضحت بشكل جلي تماما مسألة التوتر والخلافات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي،
هل معنى هذا أن واشنطن نفضت يدها تماما من بنيامين نتنياهو وبالتالي صارت تراهن على إمكانية عقد انتخابات إسرائيلية جديدة تفضي إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ومن ثم تبدأ هذه الحكومة في تغيير الملف تماما؟ مجرد تضليل إعلامي أمريكي. أبدا لا يمكن أن تكون هنا خلاف بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي. الإعلام الأمريكي يحاول في هذه الفترة أن يكسب مزيد من الوقت ومن الأصوات لصالح الانتخابات الأمريكية القادمة لبايدن، لكنه التقى بني جانس بدون رضا نتنياهو. نعم، نفس الشيء نتنياهو صرح لأكثر من مرة، لن أقف الحرب ولن أقف هذه ما دمت رئيسا للوزراء. وفي هذه الزيارة لبلينكن لم يزر إسرائيل. سيدي الكريم، ما في داعي لزيارات بلينكن ولا في داعي لأي شيء ما دام أمريكا بيدها المفتاح. أمريكا بيدها كل الحلول، تستطيع أن توقف هذه الحرب بمكالمة واحدة وانتهى الموضوع. أمريكا لا تريد إيقاف هذه الحرب، أمريكا هي المداعمة الأساسية. إسرائيل لو فقدت الدعم الأمريكي، إسرائيل لا تستطيع مواجهة حتى ميليشيات، ما راح نقول دول، ميليشيات لا تستطيع إسرائيل مواجهتها. إسرائيل تعتمد كل الاعتماد في دعمها العسكري وفي على الولايات المتحدة الأمريكية، هي مددجة بالأسلحة وبالطائرات الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية. لو أمريكا رفعت يدها عن إسرائيل انتهت إسرائيل. ومع ذلك نطالب واشنطن بأن تمنع عملية رفح. أنا أشك أن لا أزال أقول على أنه أمريكا في الوقت الحاضر تستطيع أن تمنع عملية رفح، ولكن ما دامت إسرائيل تصرح ورئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح أنني ما دمت رئيس الوزراء سأقتحم رفح، أعتقد على أن إسرائيل ستفعلها. إذا لم تكن أمريكا أو إذا كانت أمريكا جادة لن تستطيع، أو ما في داعي لرفع كروت حمراء وتضع الموضوع برمته في جدول أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. هذه الدول ستجبر إسرائيل على وقف الحرب وعدم موافقتها على اقتحامها. نعم. دكتور أيمن، هل تستطيع الولايات المتحدة حاليا منع العملية العسكرية في رفح؟ في شك طبعا امريكا تستطيع طبعا ان تضغط بشكل اكبر على اسرائيل بشكل مباشر وتقدر توقف اطلاق النار حتى الحالي يعني، انما امريكا زي ما اتفقنا وقلنا في الاول ان امريكا بتتلاعب بالوطن العربي كاملا من اجل عيون اسرائيل. امريكا تحتضن اسرائيل بشكل غير مسبوق هذه الفتره، امريكا تستطيع بشكل او باخر ولكنها تخشى اللوبي الصهيوني اللي موجود داخل الولايات المتحده ياثر على شكل الانتخابات جواها عامل ازاي، وبالتالي هي بتداعب اسرائيل بشكل او باخر. هي نعم تستطيع بكل السبل انها تقدر توقف هذه الحرب اذا ارادت بشكل مباشر، ولكن امريكا الحقيقه احنا بنعيش مسرحيه هزليه مع الولايات المتحده هذه الفتره بانها يعني بتدي الضوء الاخضر وبتحاول ان تخرج سمعتها بشكل منضبط وكانها لا ترضى عن القتل الجماعي ولا ترضى عن قتل المدنيين، ولكنها في الوقت ذاته لم تقل لاسرائيل ابدا اوقفي اطلاق النار كما فعلت، ولم توقف ولم تلوح حتى بانها ممكن انها تستخدم ضدها اي نوع من انواع العقوبات ولو حتى العقوبات التهديديه اللفظيه. لم يحدث هذا مثل ما فعلت مع روسيا لما دخلت اوكرانيا ومثل ما فعلت مع كل دول العالم. امريكا تتعامل مع اسرائيل بشكل ومع العالم اجمع بشكل اخر. هو ضيفنا من السعوديه كما تابعت منذ قليل قال ان واشنطن لو ارادت وقف الحرب صحيح. لاوقفتها صحيح. وهذا راي عدد كبير من المحللين والخبراء. اليوم كما تابعنا الموقف المصري تجسد في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بعده وزير الخارجيه سامح شكري، رفض تماما مساله تصفيه القضيه باي تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك التحذير من خطورة عملية رفح لما تمثله من خطر على الأمن القومي المصري وعلى ملف القضية الفلسطينية بشكل عام. كذلك وزير الخارجية الأمريكي أكد طبيعة حرص الولايات المتحدة الدائم على السلام والأمن في المنطقة. ما هي طبيعة الخطوات التي يمكن أن تقوم بها واشنطن في هذه المرحلة لتأكيد هذا المبدأ لوزير الخارجية الأمريكي وبالتالي تأكيد العلاقات الأمريكية العربية والأمريكية المصرية تحديدا في ملف رفح؟
الشعب المصري عن ذكرى تأبيه يلتف حول القيادة السياسية حول الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة نحو أننا لن أبدا نقبل بتصفية القضية الفلسطينية، ونحن نسعى دائما وأبدا منذ اليوم الأول من 75 سنة بأن يكون هناك حل الدولتين لحدود الرابع من مايو لعام 67، نتحدث في هذا يوما بعد يوم، لن ننسى القضية الفلسطينية ولن أبدا نسمح بتهجير أشقائنا وإخواتنا الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية تلك الأراضي التي رويت بدماء المصريين. نحن مع أشقائنا الفلسطينيين وأيضا مع الوطن المصري، لابد أن تأخذ أمريكا خطوات أكثر تصعيدا من ذلك. أمريكا لابد أن تتحمل مسؤولياتها الدولية أمام العالم وتلوح بوقف إطلاق النار إلى إسرائيل بشكل مباشر وواضح. لازم نبقى عارفين سيادتك زي ما قلنا من لحظات قصيرة أنها فعلا أمريكا الدولة الوحيدة التي تقدر أن توقف هذا القتل الجماعي وهذا العدوان الغاشم من إسرائيل على فلسطين، ولكنها لا تفعل ذلك. وبالتالي نحن نتعرض الحقيقة كمجتمع عربي لعدم وفقدان المصداقية تجاه الولايات المتحدة. أنا بقول لسيادتك أن مش بس إسرائيل هتدفع ثمن ما يحدث في غزة، أمريكا سوف تدفع هذا الثمن. النهاردة العالم كله سيتحول إلى عالم فوضوي، لأن احنا شاهدنا أن من يملك السلاح هو الذي يستطيع بالفعل أن يغير الواقع على الأرض. وبالتالي كل شعوب العالم فقدت مصداقيتها للمؤسسات الدولية ولا سيما مؤسسات حقوق الإنسان. حتى يعني بنقول أن أمريكا اللي هي كانت بتتشدق بهذه الحقوق أول واحدة بتساعد إسرائيل على الانتهاك، وبالتالي أمريكا لها دور كبير في هذا. طيب سؤالي الأخير ورجاء بشكل سريع أستاذ عبد الرحمن، ما هي طبيعة سيناريوهات المرحلة القادمة خاصة وأن الحرب اقتربت من 6 أشهر، أي نصف سنة كاملة حتى الآن من القتال، عدد الضحايا تجاوزوا 31,000 ونحو أكثر من 70,000 مفقود ومصاب وهكذا. ما هي سيناريوهات المرحلة القادمة وما هو مصير حل الدولتين الذي يطرح الآن؟ وكما تتابع طبعا أن مبادرة السلام العربية سبق وانطلقت من السعودية، ما هو مصير هذا الملف تحديدا؟ سيد الكريم، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول عربية وخليجية كبرى بذلوا جهود جبارة وحثيثة جدا لوقف نزيف هذه الحرب. أرجع وأقول لك مرة أخرى وأخيرة أن الموضوع كله برمته بيد الولايات المتحدة الرئيسية الأمريكية وبيد الرئيس بايدن. إذا لم تكن أمريكا جادة وإذا لم تكن أمريكا أو تريد أمريكا إنهاء هذه الحرب فستقف هذه الحرب، أما إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية استمرارها ودعمها لإسرائيل فسيكون هناك لن يكون الرقم 31,000، سيكون 41,000 و50,000، لأن إسرائيل لديها الدبابات والمدافع والآخره وهي تواجه شعب عزل لا يوجد معهم أي سلاح، لا تقاتل مقاتلين ولا محاربين، هي تضرب فلسطينيين لا يوجد لديهم أي أسلحة، فلذلك سيرتفع العدد إلى فوق 40,000 و50,000 إذا أرادت أمريكا ذلك. أما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة وبقية دول العالم يرون وينظرون هذه المجازر ويكون ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا يكون. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن الملحم الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من العاصمة السعودية الرياض. أيضا كل الشكر لحضرتك دكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا معنا اليوم. ومشاهدين نشكركم لمتابعة هذه التغطية المباشرة الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شكرا لكم وإلى اللقاء.